انتبه على حاله الرجال شوي ما يصيروا النسوان بده يقولوا له حاول تتساوى فينا. مرحبا. مرحبا. ب 8 اذار هو يوم المرأة العالمي، بيعني لك هيدا النهار؟ طبعا طبعا، في حدا ما عنده ام، ما عنده مدام، ما عنده بنت، يعني ينعد على كل المدامات وعلى كل الستات وعلى كل الصبايا الحلوين ويضلوا بصحتهم اهم شيء. ينعاد عليهم وان شاء الله يا رب يكونوا مبسوطين بحياتهم ويوصلوا للبدنيا. سكر قديم او عشره قديم ما نقدر نفرق، ما نقدر نفرق فيه. نقول له الله يسهل عليك، الله يرضى عليك، الله يعطيك مناوية في خاطرك وكن بغيك. المرأة راه هي الأم ديالنا وهي الزوجة ديالنا، كنبغيو نقول لهم شكرا والجنة تحت أقدام الأمهات، وإلا غلطنا في حقهم ولا شي حاجة يسمحوا لينا. عباك المرأة الجزائرية والله سانسيرمون ما تنجمش توصفها في كلمة ولا كلمات ولا تألف عليها كتب، راك فاهم كيفاش؟ دمتم عايزا للجزائر وخلاص. الأم ديالي ديما نهدي لها هدية بمناسبة عيد المرأة، ومن خلال صفحتكم صفحة واضح نهدي لها تحياتي وتحيات لكل النسوة الجزائريات في الوطن العربي والعالم كله، كل سنة وهن بخير. هل تعتقدي أن الست متساوية في الحقوق مع الرجل في مصر؟ الست هنا مهضوم حقها مصر وبلاد العربية أكيد، على الأقل يبقى في مساواة شوية مع الرجل، ما يبقاش فيه بيبصوا لها من فوق. المفروض المرأة في الوطن العربي لازم يكونوا حقوقها زي المرأة في الوطن الدولي. في كثير عائلات المرأة تشتغل أكثر من الراجل، إن شاء الله يجي يوم وين تكون متساوية مع الراجل. عندك نساء بيكونوا بيعملوا أكثر ما بيعمل الرجل بكتير، فمين هو الرجل قدام المرأة لتكون المرأة بدها تتساوى فيه؟ انتبه على حاله الرجال شوي ما يصيروا النسوان بدهم يقولوا له حاول تتساوى فينا. أنا شايفة إن احنا بصراحة واخدين حقوقنا بطريقة لا لطيفة بصراحة. أنا شايفة إن احنا نقدر نبسط نفسنا، ما نعتمدش على إن حد نستناه يبسطنا. تنبغي المرأة تكون متساوية مع الرجل في الحقوق دون المس بالشريعة الإسلامية باش ما نخرجوش على الدين ديالنا. ومن تشبث بدينه فسيصل وسيصل وسيصل، والله يمهل ولا يهمل. المرأة ما تبقاش معولة على الراجل، خصها تخدم، خص يكون عندها ديالها، شغلها، فلوسها، قرايتها، خصها تكون بعدا واعية، خصها هي تخرج للمجتمع دير بلاصتها فيه، وخاصة داكشي اللي قراته خصها تعاون البلاد. لما أكون أم ولما أكون أخت ولما أكون بنت ولما أكون موظفة ولما أكون وين ما أكون، كل شغلة عم بعملها بدوري كون مرأة، وكل يوم عندي 8 أذار. كل عام وأنتن أقوى وأكثر فخرا بإنجازاتكن، كل عام وأنتن بألف خير. مساء العالم اتحدوا.